تفضلتم بالحديث عن استقلالية عمان، استقلاليته حتى من حيث رأيها. هل ممكن أن تقبل الهوية العمانية التطبيع مع الكيان الصهيوني، أم أنها قابلة لتغيير موقفها كما شاهدنا بعض النماذج العربية غريبة؟ يعني حتى لا أقصد فقط الناحية الرسمية، حتى عندما رأينا بعض المقابلات مع بعض أفراد تلك الشعوب التي لا تمثل شعبها أصلا، رأينا المعادلة معكوسة تماما، أصبح العدو صديقا والأخ الشقيق عدوا. يعني عندما نرى بعض المقابلات، كيف ذلك المطبع، ذلك الذي ينتمي إلى تلك البلد المطبعة مع الكيان الصهيوني، ينظر إلى إخوانه الفلسطينيين بأنهم هم المخطئون وهم الذين يعني دخلاء على بلد فلسطين. هل ممكن أن تقبل الهوية العمانية التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ نعم، الهوية العمانية طبعا في السياسة وفي الشعب. الشعب، أنا أقول لك من حيث الواقع، يعني الشعب هو سد منيع رافض وصعب أن يذوب في علاقة مع إسرائيل، هذا واضح. حتى قبل غزة، طبعا قبل أحداث غزة وتفاعل الناس وارتفاع الترجماني والتغريدات الكاتبين وغيره، كلهم صاروا يكتبوا، يكاد تفوقت عمان عن دول المجلس كامل في التعاطف، زين، هذا من ناحية الشعبية. من ناحية السياسية أيضا، كرضا أو كموافقة للتطبيع لا يبدو ذلك. قول أما كضغط، خاصة أيام ترامب، فالسلطنة تقيد المناورة، أيضا تقيد الدبلوماسية إلى حد كبير جدا جدا، وتقيد أيضا المثل إذا هبت الريح فانحني لها قليلا حتى تراجع. كانت رياح ترامب قوية قوية جدا، لكن الله سلم منها عمان. هذا طبعا جواب دبلوماسي، أنت تفهمه ماذا أقصد، زين. طيب، التطبيع أيضا بمعنى أن ذوبان الشعب في دولة إسرائيل، في سياسة إسرائيل وفي شعب اليهودي، لا، حتى مصر إلى اليوم ما ذاب الشعب المصري ولا الأردني ولا الأردني. احتفظ الأردنيون والمصريون بهوية منذ كم وقعت؟ منذ 1979، منذ زمن أنور السادات، كامب ديفيد. لكنك الشعب، كامب ديفيد، نعم، مع أن المصريين اقتصادهم يحتاج إلى رفع والحالة المادية ليس إلى هناك، لكن المصري عازف عن شراء منتج إسرائيل وأغذية إسرائيل في الغالب طبعا، وعازف أن يعتبرها صديقا فضلا عن أن يعتبرها أخا، كذلك الأردنيون. إذن هنا التطبيع، لكن للأسف في بعض الدول التي طبعت لا تطبيع تريده، أولئك فقط اتفاقيات، لا يمكن قولها تطبيع إلا تجاوزا بين الأردن وإسرائيل وبين مصر وإسرائيل، لأن الظاهر أن الشعب رافض، والعلاقة أحيانا بين الأردن غالبا في مشادات، وهي واضحة، يعني منذ زمن الملك حسين لم تصل إلى استقرار. لكن هناك إذا كان إقامة علاقات عن كره، فأيضا تمكن، يعني بسبب ضغط دولي أو زعامات عمان، أيضا قدرت تناور، ولعلها قامت بأمور جنبتها إقامة علاقات، وتمكنت من الإفراج عن رفات بعض الجنود الأمريكيين، وأطلق سراح بعض في مقابل أيضا تخفيف ضغط. فهذه السياسة العمانية، هذه الدبلوماسية، دبلوماسية إيش؟ ممكن يعني تقيد المناورة، لكن أقول لك إذا جيت شعب، الشعب لا يقبل التطبيع، وإلى اليوم الساسة في عمان
يعني مع ضغط إقليمي وضغط دولي وضغط من ترامب، لكن السياسة العمانية بمرونتها ومناورتها إلى اليوم ما تمكن أحد أن يكرهها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. هكذا جوابي. عسى إن شاء الله لن يتمكنوا بإذن الله.